هل للابن أن يطالب والده بالمال الذي أقرضه إياه؟ الأب اقترض من الابن، هل يجوز الابن أن يقول سدد لي المال الذي أقرضتك يا أبتي، بالله ترجع لي؟ يجوز المطالبة، تجوز ولا لا؟ وإذا تعنت الأب، هل يجوز للابن أن يرفع دعوى على والده في قضية استحصال الحق هذا أو المال المقرض؟ الجواب: إذا كان الوالد فقيراً يحتاج إلى المال وكان الابن غنياً، فيجب على الابن أن ينفق على والده ويعطيه ما يحتاجه من المال، وحينئذ فلا يجوز للابن أن يجعل هذا المال قرضاً. يقول، يقال للولد: ترى هذه نفقة واجبة عليك، ما يجوز تسجلها ديناً على أبيك أصلاً. أما إذا كان الأب غنياً غير محتاج إلى المال، أو كان الابن فقيراً لا يستطيع الإنفاق على أبيه، فلا حرج على الابن في هذه الحالة أن يقرض أباه. نأخذ مثال: ابن عنده راتب بالكاد يكفيه هو وزوجته وأولاده، لآخر الشهر يكون العداد مصفر في حاجات فعلية. الأب لما أخذ الولد الراتب قال سلفني، الأب قال سلفني، الابن ما عنده سعة، الراتب بالكاد، فلو سلفه في الحالة هذه يجوز أن يقول رجع لي، لأن تتعلق حاجة الولد بالمال. ولا يجوز للأب أن يماطل إذا كان قادراً على الوفاء، ومماطلة ولده المحتاج ظلم. وإذا كان الوالد معسراً لا يجد وفاء لهذا الدين، فلا يجوز للابن أن يطالبه بماله، بل يجب عليه وجوباً إنظاره حتى يجد سعة. قال الله تعالى: في كل المقترضين المعسرين وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فكيف لو كان المعسر. الأب نفسه والمقرض الابن نفسه، فيكون الإنظار واجبا على صاحب المال تجاه غريمه المعسر الأجنبي، فكيف إذا كان الغريم هو الوالد. ويجوز للابن أن يطالب أباه بالدين الذي في ذمته إذا كان الأب قادراً على الوفاء، غيره أن الأمر إذا وصل إلى القضاء فإنه لا يجوز حبس الأب بسبب دين ابنه. فإذا قال الولد أعطيني يا أبتي المال الذي أقرضتك، قال ما فيه، الابن يحتاج المال، رفع دعوى في المحكمة، القاضي يلزم الوالد بالسداد، لكن لا ليس لدرجة أن يسجن الوالد في دين ابنه الذي أعطاه إياه. طبعا الآن في وسائل كثيرة لتحصيل المال مع وجود ما يسمى بالحكومة الإلكترونية، الآن الإيداعات، حسابات الرواتب وينها؟ تنزل أصلا في حسابات في البنك، السفر إذن وجوازات وتأشيرات، البلدية البناء رخصة بناء، الكهرباء إصدار عداد وترخيص، الماء ما يجيك إلا. الآن لما واحد يماطل في حقوق الغير ممكن الحكومة تقفل عليه، لا سفر، حساباته في البنك تتوقف، ما في إصدار رخصة كهرباء ولا بناء ولا بلدية ولا ولا ولا. فالمماطلون يسارعون بالإيش؟ بالسداد، لأنه تعطلت مصالحه، حتى خط الهاتف ممكن يقطعوا عليه، حتى الكهرباء ممكن يقطع عليه، خلاص التحكم الآن كامل. ممكن الآن إرغام المقتدر على السداد بدون إدخاله للسجن، لأنه خلاص يصير مشلولاً
فما نحتاج ندخله السجن مع، لاحظ الآن كيف الأمور ماشية في العالم، يعني قضية التحكم وقضية دخول الناس في المنظومات العالمية في الاتصالات والسفريات والبنوك وخلاص تحكم. فممكن إرغام المماطلين على السداد بإقفال كل شيء عليهم، سدد. قال ابن قدامة رحمه الله: وليس للولد مطالبة أبيه بدين عليه. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي له ذلك، لأنه دين ثابت فجازت المطالبة به كغيره. طبعا قلنا إذا الأب محتاج الولد ما يطالب، إذا الابن محتاج والأب غير محتاج الابن يطالب. ولو استقرض الأب من الولد فإن للولد مطالبته عند غير الحنابلة، لأنه دين ثابت فجازت المطالبة به كغيره. وقال الحنابلة: لا يطالب لحديث أنت ومالك لأبيك. وهناك رسالة فقهية مفيدة اسمها دعوى الولد على والده في الفقه الإسلامي، حرر فيها الشيخ عبد الله آل خنين المسألة في مذهب الحنابلة، وأثبت أن معنى عدم مطالبة الابن أباه في دين إنما هو منع التنفيذ عليه لا مجرد المخاصمة وإثبات حقي عند القاضي. فقال: ويظهر من مذهب الحنابلة جواز مخاصمة الولد أباه في الدين وإثباته في ذمته. فيقول القاضي: يا شيخ خلاص، أنتم ما تسجنون أبي في حقي، ما تسجنون أبي، لكن أثبت لي، إذا الوالد ما يسدد لي الآن، أثبت الدين على أبي حتى إذا مات أنا أخذ حقي من تركة، حتى ما تروح تتوزع الورثة قبل ما أخذ حقي. يعني هذه كفائدة. قال: والأظهر قول الجمهور فلا يسجن والد من أب أو أم بدين ولد لما استدلوا به.